الأزمة اللبنانية تخطت اليوم الشق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وباتت تتعداها إلى أزمة هوية ووجود. اليوم يلي مهدد هو هوية لبنان. وقت منحكي عن الهوية ما منحكي شعر، بل منكون دخلنا فعلا في أزمة الوجود والبقاء. لبنان بالأساس ازدهر وحافظ على كيان وحضوره مش لأنه عنده مواد أولية ولا نفط ولا فحم حجري ولا ذهب، ولا لأنه بيبيع سلاح أو بيصنع سيارات أو طيارات. لبنان قام على ركائز اقتصادية خمسة أو قطاعات خمسة، انهار بعضها والبعض الآخر على طريق الانهيار. أولا القطاع المصرفي والمالي المزدهر والفاعل من ضمن النظام المصرفي العالمي، جلب كل أموال مستثمري المنطقة ووضع لبنان على الخارطة المالية الدولية. هذا القطاع انهار. اثنين، قطاع التعليم عبر نظام تربوي متقدم يعلم بإتقان اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ويمتلك كليات واختصاصات ودراسات عليا تنافس أهم الصروح الأكاديمية في العالم، وكان جاذب لكل طالب علم في العالم العربي والشرقي. ناهيك عن إعطاء الفرص للبنانيين خريجي هذه الجامعات ليكونوا حاجة إلى كل أسواق العمل في العالم. اليوم هذا القطاع ينهار، وأكثر من ذلك أصبح بجزء منه موضع شك، لا سيما بعد فضيحة الجامعات التي تبيع شهاداتها، والعراق مؤخرا أثار تلك الفضيحة، من دون ما ننسى أعطاء التراخيص للجامعات يلي انتشرت مثل الدكاكين بناء على محسوبيات حزبية وطائفية وعمولات وصفقات تجارية. ثلاثة، القطاع الطبي والاستشفائي يلي أوصل لبنان إلى أن يطلق عليه اسم مستشفى الشرق. اليوم المستشفيات تعيش المراحل الأخيرة من الصمود، فقضت القدرة على تأمين أبسط مستلزماتها الطبية، وأصبح الطبيب حكرا على الأغنياء فقط. يعني معك مصاري يمكن تعيش، ما معك مصاري بتموت كرمال كم مليون ليرة. أربعة، القطاع الرابع هو قطاع الحريات، أو هو قطاع الطباعة والنشر ولكن مربوط بالحريات. الحرية بلبنان كانت جزء من حركته الاقتصادية، بحيث كان كل أديب أو شاعر أو صحافي عربي يخاف أن ينشر أفكاره بالدول القمعية بالدول العربية يلجأ إلى لبنان. دور النشر التي تريد الحفاظ على حرية الكلمة تطبع في لبنان، شعراء العرب بينشروا بلبنان. كمان لبنان يلي أطلق عليه اسم مطبعة الشرق أصبح غير قادر على تأمين بالحد الأدنى اليوم الكتب المدرسية للطلاب. طبعا هذا الموضوع الذي كان يعتبر جزء كبير من الاقتصاد الوطني تأثر بسبب تضييق هامش الحريات، بسبب القبض على السلطة وعلى جزء من الأمن وجزء من القضاء من قبل الذين يقبضون على يحكمون الدولة اليوم، والذين يحرفون لبنان عن مساره الطبيعي. خامسا وأخيرا، القطاع الأساسي الذي نار هو مرفأ بيروت. المرفأ هو الذي شكل العمود الفقري لاقتصاد لبنان بكل تفاصيل هذا البلد. قبل المرفأ كان لبنان كناية عن بلد زراعي صغير يعتمد على الزراعة المحلية للاكتفاء الذاتي والمنزلي، ولكن من بعد مقاطعة العرب لمرفأ حيفا بعد احتلال فلسطين تحولت الحركة التجارية باتجاه مرفأ بيروت. كرمال هيك ما فينا دايما نوافق على نظرية أنه تفجير المرفأ كان بحث صدفة، لأنه إذا أردنا أن ننظر إلى التداعيات المستقبلية منشوف أنه هالتفجير ما اقتصر على 220 ضحية و 6000 جريح، بل حول كل الحركة التجارية العربية إلى مرفأ حيفا يلي ساء بتتزامن مع سرعة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. فبعد انهيار هذه القطاعات الخمس، نضال السياسي لمن يرفضون الخضوع للأمر الواقع ما عادت معركته المقتصرة على المطالب المعيشية والمطلبية فحسب، بل صارت المعركة بجوهرها مرتبطة بهوية لبنان التي تغيرت خلال سنتين، أو بدأت تتغير خلال سنتين، واليوم صرنا على خواتيمها إذا ما صار في مقاومة حقيقية لهذا الوجود وهذا البقاء للهوية.